صباح الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده يوم الجمعه الاخيره في رمضان، يا رب كده يبقى النهارده كل الدعوات اللي نقعد ندعيها مستجابه. دايما بيقولوا يوم الجمعه فيها ساعه ربنا بيستجيب فيها كل دعواتنا، فندعي كتير جدا النهارده. النهارده انا عامله منيو خفيف بما ان بقالي 3 ايام بعمل لكم حاجات دسمه وتقيله عشان الويك اندز دول. النهارده المفروض امبارح والنهارده وبكره ان احنا نعمل اكلات لو عندنا عزومات، فالنهارده بقى عامله حاجه كده بسيطه وسهله وخفيفه في نفس الوقت فيها حديد عشان جسمنا. طيب النهارده معانا المانيو بتاعنا كبده بالرده، كبده بانيه بالرده، معانا كمان مكرونه بصوص الطماطم، ومعانا سلطه بطاطس بالزبادي. تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه النهارده مقاديرها عباره عن ايه. عباره عن كبده زي ما انتم شايفين كده، شرايح كبده، ميه بصل، مستارده، دي مستارده ديجون، ممكن نستخدم اي نوع مستارده انتم حابينه، عصير ليمون، ثوم مفروم، بابريكا وبودره ثوم وبصل وكمون طبعا من اساسيات الكبده. خلاص اول حاجه هحط هنا ميه البصل كده اهو، ميه البصل بتخلي طعم الكبده عايزه اقول لكم حلو قوي. ليمون، والليمون كمان ميكس مع ميه البصل بيبقى فيه مزازه حلوه جدا. بابريكا بيديها لون حلو. كمون اساس الكبده، كمون لازم كمون مع الكبده. بودره ثوم وبصل، ثوم مفروم، معانا الماستر ديجون اهي اللي بتدي طعم كده جميل جدا في الوصفة. فاضل الملح والفلفل، فلفل اسود وملح الفلفل الاسود طبعا مهم جدا بيضيع اي زفاره. اجيب كده الكبده وابتدي احطها كده واقلبها بحيث ان كلها تبقى متبله. خلاص هجيبها بقى كده على جنب، والرده ملح والفلفل احطهم مكانهم وابتدي بقى اشتغل. ما بتاخدش وقت خالص على النار خالص، وفي نفس الوقت التتبيله برضو الكبده من الحاجات اللي بتشرب التتبيله بسرعه جدا، يعني يا دوبك اهو هنتبلها هبتدي احط الرده وابتدي على طول اعملها كده بالرده زي البانيه بالظبط. ممكن تحط لها بيض لو انتوا حابين، وممكن من غير بيض خالص تبقى طعمها حلو قوي. اساس الكبده بالرده انها تبقى من غير بيض، في ناس بيحبوا يحطوا لها بيض، يعني هو مثل البيض معاها ان هو زياده في الفوائد، يعني زياده في الفوائد، لكن مفيش اي حاجه تانية، الطعم بيبقى حلو قوي. اهو الردة كده تمام. اجيب بقى اسخن الاول الزيت عشان يبقى سخن، واجيب الكاتنج بورد كده وابتدي بقى اعمل الكبدة بتاعتي كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا انا ما كملتش 5 دقايق في التتبيله، بصوا هي شربت التتبيله كلها وما نضغطش قوي. خلاص هي اوريدي اصلا اهو، ما نضغطش خالص عشان تفضل الكبده كده بسمكها لانها بتكش طبعا شويه. اهي بصوا عامله ازاي،
اهي انا ما ضغطتش خالص عليها، مش زي البانيه والاسكالوب بنضغط كويس عشان البقسماط يمسك، لا هنا ما بنضغطش، يدوبك كده بالراحة خالص. معانا لارا، لارا صباح الخير. صباح النور. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. الشطاره دي صاحيه بدري يعني. انا كلمتك امبارح بدري. برضو كلمتيني امبارح؟ سالتيني على ايه امبارح؟ ايه؟ كنت بتساليني على ايه امبارح؟ كنت سالتك على البيتزا المرجيه. اه وانا قلت لك عليها صح؟ اه. يا روح قلبي، طب عايز تساليني على حاجه النهارده؟ الكحك انا مش هعمل كحك، بس بكره هيبقى معانا كحك وهقول لكم على المقادير بكره، لكن انا مش هعمل كحك. ما شاء الله النهارده في نوجة هتعمل لنا كحك حلو جدا، هي اصلا اساس الكحك والغريبه والحاجات دي، فالنهارده هنتفرج عليها ونشوف هتعمل ايه. انا قلت بقى السنه دي صراحه اريح من الكحك، انا السنه فات عملت. طيب معانا حبيبة، الو. ايوه يا حبيبة، الو. ممكن توطي التي في شوية صغننة كده، وطيها حبة صغيرين. طيب هو انا كنت عايزة اعرف طريقة الكبد الاسكندراني. الكبدة الاسكندراني؟ حاضر. حاضر حاضر حاضر، دي جميلة جدا الكبدة الاسكندراني دي، بجد من الحاجات الحلوة قوي. بنجيب الكبدة ونقطعها شرايح رفيعة ونتبلها بزيت وليمون وكمون وملح وفلفل، ولو عايزة شطة كمان سنة شطة كده، ونسيبها كده في الزيت ليله كامله، كل ما بنسيبها كل ما بتدينا طعم احلى بكتير. وانا بحط عليها حبه كده من ميه البصل، انا ميه البصل ما بستغناش عليها في اي اكل، بحس ان هو بيغير لي بجد طعم الاكل خالص. ونسيبها ليله كامله، وبعد كده نكون محضرين شرايح الفلفل الاخضر، تمام. اول ما نطلعها من التتبيله نبتدي بقى نحط شرايح الفلفل الاخضر كمان على التتبيله، مش ما نطلعهاش، ونكون محضرين طاسه سخنه جدا ونحطها على النار، ما بتاخدش وقت خالص في السوا، وفي الاخر الطعم بيبقى حلو قوي، وضامنين الكبده اللي احنا جايبينها، وضامنين ان هي فعلا طعمها حلو قوي. طيب ابتدي كده اشوف لسه الزيت ما قالش ولا يا عين ولا يا ليل ولا اي حاجة. اهو نحط كده الكبدة جنب بعض. بالطريقة دي. لا استنى نخلصها بس عشان ايه؟ لما نطلع فاصل يكون الزيت غلي سخن، وعايزه برضو ايه انا يعني احاول على قد ما اقدر ما اقليش كل الكبده في الفاصل، عشان عايزه اوريكم بتتقلي ازاي. خلاص طبعا في ناس هتقول يعني هتتقلي ازاي، في ناس لسه اي بي سي مطبخ بجد ما يعرفوش يعملوا اي حاجه خالص، ما يعرفوش حتى لما تتقلي بيبقى منظرها عامل ازاي. فاحنا بنخاطب جميع الفئات، الناس اللي بتعرف تطبخ كويس قوي قوي قوي، بنديها افكار كده عن الاكل يعني حاجه كده بسيطه، الناس اللي بتطبخ نص نص بنقول لها نعمل ايه في المطبخ في مواقف معينه لما بتحصل لنا، الناس اللي ما بتعرفش تطبخ خالص بيشوفونا بنعمل الحاجه ازاي من اولها لاخرها، ولازم الواحد يشرح ببطء شديد جدا ونعمل الخطوات بالراحه قوي، عشان في ناس بتحب تتفرج على الحاجات دي بشويش عشان تستوعب الموضوع صح. خلاص اهو كده اخر قطعه كبده معانا اهو، ممكن بقى ساعتها عايزة نطلع فاصل. اه لو عايز. ماشي هو عايز يطلع فاصل. طيب نطلع فاصل بقى، في الفاصل ان شاء الله يكون الزيت سخن، نرجع نقلي الكبدة وكمان اعمل لكم المكرونة اللي بصوص الطماطم، خليكم معايا.
رجعنا بعد الفاصل دلوقتي اهو، لسه بقلي الكبده. نشيل بس كده ايه الزوايد عشان ما تتحرقش. دايما المره الاولانيه دي الكبده، بصوا دي انا اللي كنت قلياها جاهزه اهي، ابتدي ارصها. جميله جدا جدا وريحتها حلوه ونوع من انواع التغيير. بنبقى عايزين بقى خلاص اخر رمضان ناكل حاجات خفيفه كده وسهله، فدي من الحاجات السهله والخفيفه واللي طعمها حلو وظريفه كمان، وكمان اللي حابب يعملها في العزومات بتبقى حلوة برضو. اهو اهو، عبال ما نقلي التانيين. طيب نحط دي كده ونشوف بقى المكرونه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. انا جايبه النهارده مكرونه ملونه جاهزه من السوبر ماركت، اللي هي دي اللي هي الفراشه، ومعانا مكعبات طماطم، صلصه طماطم، كاتشب، فصوص ثوم، زعتر، بس ملح وفلفل وزبده. خلاص نشيل بس كده ايه الكبده. انا قلبتها الناحيه الثانيه عشان خلاص ايه هشيلها. دي افتح شويه من النسخه. النسخه انا قلياها في القلايه الغويطه دي، قلياها اهو في الطاسه زي ما انتم شايفين. خلاص طيب هنا هنحط بقى كده ايه، نشيلها بس كده من على النار عشان نحط الزبده. خلاص نبردها بس شوية. طيب تمام اهو، هنحط الزبدة خلاص، ونحط الثوم. ده ثوم مفروم، ممكن احط فص ثومية كمان. معلش انا مش لاقيه خل، بس جيبولي خل. ونقوم حاطين كده، نحط الزعتر الاول عشان يعمل ميكس كده مع الثوم، وبعد كده الطماطم. انا بحب جدا الخلطه دي للمكرونه، يعني احنا عاملين مكرونه النهارده بصوص طماطم بس عاملينها بفليفر مختلف غير اللي انتوا متعودين عليه. اهو كده الكبده استوت وبقت تمام. نشيل كده الرد اول باول، نحط هنا مكعبات الطماطم اهو، ونسيبها كده ايه دقيقه كده بس ايه تدبل سنه عبال ايه ما نقلي الجزء الثاني من الكبده. عايزه اقول لكم انا شامه الريحه بتاعت الكبده، التتبيله اللي انا عاملاها مخليه ريحه الكبده حلوه جدا. على فكره الاطفال كمان هتحبها قوي بالتتبيله دي، واحس ان هما بياكلوا حاجه حلوه طبعا. والكبده مليانه فوايد كتير جدا، يعني بجد فوايدها حلوه قوي اهو. بصوا عشان دي الطاسه التانيه فايه هتقلي اسرع. بس نحط الثلاثه دول
ونقلب. اول ما الطماطم تبتدي تتسبك اكتر من كده هبتدي احط لها الخل على طول. اغطيها بس كده ايه شويه ونودي ده كده. وابتدي احط الكبده اللي انا قليتها. لا عايزاها تبرد شويه عشان اعرف انقلها عشان الرده ما تطلعش منها. سايباها تبرد شويه كده اهو. دي بصوا ده اتقلت خلاص اهي. طيب نبتدي بقى نجيب الخل نحط كده معلقه. بتدي طعم حلو قوي للمكرونه وما نزودش عشان ما تبقاش لزعه وما تعملش يعني. ساعات في ناس ما بيستحملوش الخل تعمل لهم حموضه. ماشي نجيب بقى الكاتشب. الكاتشب بقى من الحاجات اللي هتسكر لي المكرونه جدا وهتخلي طعمها مختلف على اللي احنا متعودين عليه. اقلب كده كويس. لا استنى شويه عايزه بس الصوص ايه يتقل شويه. طيب دي كده خلاص. معانا احمد. ايوه يا احمد. انا عاوز اعرف تتبيله البانيه. تتبيله البانيه؟ حاضر. فراخ بانيه؟ اه حاضر حاضر. طب انت صاحي متضايق ليه يا احمد؟ لا مش متضايق. مال ايه؟ نايم؟ اه مفيش حاجه. ماشي حاضر. تتبيله البانيه. بص البانيه الفراخ البانيه احلى تتبيله ليها ميه بصل، بصل مبشور، ملح، فلفل، زبادي او لبن رايب، معلقه كاتشب، معلقه مستردة، وبتبقى تحطها كده في التتبيله دي يوم كامل. ولو ما فيش وقت حطها ساعتين ثلاثه. الفراخ بتشرب التتبيله بسرعه جدا هيبقى طعمها حلو قوي. طيب نشيل بس بقيه الرده دي كده. خلاص اهي دي استوت. تاخدش وقت خالص على النار. ودي فيها ميزه كده زي الاسكالوب كده. بس الاسكالوب بقى عيبه ان لازم نتعامل معاه بحنيه جامده جدا عشان بس ايه الطبقه بتاعته ما تطلعش منه. فراخ البانيه اسهل حاجه في القلي، اسهل حاجه. ويليك كبده بعد كده الاسكالوب. طيب نحط بقى الباقي اهو. خلاص باقي ثلاثة نحطهم كلهم مع بعض. الزيت اصلا سخن اهو كده. يلا النهارده اللي مش عارف كان يطبخ ايه يفتح بقى التلاجة ويجيب كبده ويعمل المكرونه بالطريقه دي. وطبعا انا جايبه هنا مكرونه الفراشه الملونه. ممكن تعملوها باي نوع مكرونه انتوا عايزين. اهو نحط بقى الكاتشب. خلاص كده بصوا الطماطم اهي غليت واتسبكت اهو. بصوا فهنحط بقى ايه معلقتين الكاتشب. لو عايزينها كمان سبايسي ممكن تحطوا هوت صوص معاها. نحط صلصة الطماطم اهي كده.
ونقلب كويس جدا، وهحط بقى دلوقتي الملح والفلفل واسيبها بقى ايه تتسبك. فلفل اسود، ملح، عايز بص انا ممكن اطلع الكبده، ولو انت عايز تطلع فاصل انا ما عنديش مشكله، اقلب الكبده بس ونطلع فاصل. ماشي اوكي. اوكي معانا سلمى. الو. ايوه يا سلوم. الو انا بحب حضرتك قوي. يا حبيبتي وانا كمان، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله دايما على طول. قولي لي عايز تسالي على حاجه؟ لا انا بس كنت بتصل على حضرتك، انا بحبك قوي. طب طالما خلاص مش عايز تسالي حاجه ممكن ترغي معايا شويه. قولي لي بقى عندك كام سنه؟ 13. وفي سنه كام في المدرسه؟ ثانيه اعدادي. وخلصتي امتحانات؟ اه. والنتيجه طلعت ولا لسه؟ اه نجحت. بجد نجحتي؟ طب الحمد لله. بتلعبي رياضه يا سلمى او حاجه؟ اه بلعب تنس. بتلعبي تنس؟ طب هايل. طب وبتحب يعني انت اللي حابه موضوع التنس ده ولا بابا او ماما هما اللي دخلوكي المجال ده؟ لا انا اللي بحبه. لعبتي رياضه ثانيه ولا هي بس التنس؟ لا التنس. تمام يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا حبيبتي في حياتك. معانا كارما. طيب كارما ما ردتش لسه معانا. طيب كارما. نعم. انتي انا سمعت صوت، هو ده تمام؟ اه. طب علي صوتك شويه، انتي الصيام مأثر عليكي. ممكن اسال على طريقة الاكلير؟ ايه؟ الاكلير. لا مش سامعة. اكلير. اكلير؟ عايزة طريقة الاكلير؟ حاضر حاضر، انا كمان بحب الاكلير جدا. طيب نطلع فاصل بقى، ولما نرجع من فاصل هنزلك طريقة الاكلير يا كارما. تمام نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا بقى مع بعض نشوف. بصوا صوص الطماطم اتسبك ازاي وبقى حلو جدا اهو كده. خلاص نبتدي بقى نحط المكرونه جواه عشان ايه تبتدي بقى تتسبك مع الصلصه. ونقلب بقى كويس قوي. مكعبات الطماطم بتفرق جدا في الطعم، عايزة اقولكوا جدا 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 ما نكسلش ونعملها صلصة طماطم بس. الزعتر والثوم ومكعبات الطماطم ومعلقة الخل اللي احنا حطيناها والكاتشب، كل دول في الاخر بيعملوا طعم مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. فاهمين قصدي؟ يعني مش نكسل وفي حاجات نطنش عليها، لا فعلا بيعملوا طعم حلو جدا. فايه نستغل ده. طيب النهارده بقى عندنا صلصه بطاطس بالزبادي، عايزه اقول لكم خفيفه جدا وطريه كده وحلوه قوي. طبعا كل ما هي سلطه عشان بتكلم عن صلصه. سلطه بطاطس بالزبادي عايزه اقول لكم بقى حلوه قوي وفي نفس الوقت طريه، وكمان حلوه جدا في العزومات عشان بتطري كده على القلب ولازم تتاكل ساقعه لازم. احنا طبعا بما ان بقى في زبادي يوناني فانا بقيت استغله في كل السلطات. فاحنا معانا النهارده زبادي يوناني، شفتوا بصوا سمكه عامل ازاي تقيل
تقيل خالص وبيخلي طعم السلطه حلو قوي. معانا مستورده بابريكا، بصل احمر، كرفس، شبت بقدونس، لوز، خيار مخلل، وطبعا مكعبات بطاطس مسلوقه. طيب هنحط اول حاجه الدريسنج كده عشان ايه، نجيب بس كده دي ونجيب دي، ندخل المقادير كويس في بعض، نحط الزبادي بالطريقه دي. انا مبسوطه قوي بالزبادي اليوناني اللي هو بقى موجود كده عادي. عايزه اقول لكم واحنا بناكله كده بنحس انه جميل، جمال بجد، فظيع فظيع في الاكل. تحس ان احنا بناكل زبادي كده يعني ماسك نفسه كده، وطعم الزبادي واضح جدا فيه. نحط البصل الاحمر كده اهو. بصوا انا كنت هحط على المكرونه دي خيار مخلل، تمام؟ يعني انا كنت بفكر احط، لكن لما لقيت ان انا كمان معايا بطاطس، سلطه بطاطس بالزبادي فيها خيار مخلل، فقلت خلاص. لكن لو انتوا مش هتعملوا السلطه دي مع المكرونه، في الاخر خالص لما المكرونه تستوي حطوا يا تبشروا خيار مخلل يا تقطعوه صغنن جدا وتقلبوه مع المكرونه، هيدي طعم حلو قوي. خلاص مش تعملوا الحركه دي بقى وتدعوا لي عشان هتعجبكم قوي. وممكن زيتون اسود، هبه بتقول لكم برده ممكن زيتون اسود. طيب نقلب كده، نقلب مع البطاطس كده اهو. بصوا المقادير كلها عامله روايح، الناس كلها بتقعد مثلا تسال انا عايزه سلطه زي اللي بتبقى في السلطه بار في محلات البيتزا المعروفه، عايزين نعرف مقاديرها. دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى حاجه شبهها كده، بتبقى في محلات البيتزا ناحيه السلطه بار. زمان كنا فعلا بنتوهم بيها واحنا اصغر شويتين، دلوقتي لا احنا ممكن نعملها، والصوصات بقت موجوده في كل السوبر ماركت، وبقينا اهو عندنا يعني شيفات كده حلوين زينا بيقولوا لكم على الخلطه السريه. تانيه بالمايونيز. لا ما انا بقولهم دي شبهها، يعني دي شبه السلطات. خلاص نقلب كده بقدونس وشبت. عايزه اقول لكم بيفرق جدا في الطعم البقدونس والشبت. بصوا كل الحاجات دي ما تكسلوش ان انتوا تطنشوا مقدار منه عشان بجد هيفرق. احنا ممكن، طيب خلاص انا كنت عايزه ابشر الخيار بس خلاص مش مهم، نقطعه كده مكعبات صغننه. وانا جايبه خيار مخلل معسل شويه او مسكر شويه، فبيدي طعم حلو قوي في الوصفه دي. المنيو بكره ايه يا هبه عشان نقول لهم، عشان بيحبوا يبقوا عارفين. تمام ماشي. بكره بقى عندنا ديك رومي بانيه، ماشي. حاضر. بكره عندنا ديك رومي بانيه، وعندنا بقى كوسه بشاميل بس بالفراخ. عايزه اقول لكم انا لما جربتها بالفراخ عجبتني جدا، بس لازم يعني يا اما نسلق الفراخ ونعمل لها فليفرز حلوه جدا في الشوربه بتاعتها، يا اما نتبلها حلو قوي ولما نيجي نشوحها كده بالزبده بيبقى طعمها حلو. انتوا ليكوا الاختيارين على فكره، بس نعمل حسابنا ان لما نسلقها نسلقها في جزر وكرفس وورق لوري وحبهان ومستكه، بيفرق قوي في لحم الفراخ. نعمل واحده هي كمان من الخيار. وعندنا كنافه بالبلح بكره عشان الناس اللي بتسال على الكنافه. انا متهيألي يعني عملت لكم كل انواع الكنافات اللي في الدنيا. عملنا كنافه نابلسي، وعملنا كنافه بالفراوله، وعملنا كنافه بالتمر، وعملنا كنافه بالايه؟ عملنا حاجتين كمان بس، وكنافه بالقمر الدين، دي كانت خطيره. عايزه اقول لكم الناس كمان لما عملتها كانت مبسوطه منها قوي،
وكانت فعلا حلوه جدا. اتبسطت من الاختراع اللي انا عملته ده. لسه ما فيش محل عمل كنافه بالقمرتين الحمد لله. يعني الواحد بيحاول ايه يخترع شويه ويجتهد. فاضل لكم بقى عندي، وعملنا كنافه تيراميسو صح كده. فاضل لكم بقى عندي نوعين كنافه، كنافه بالبلح وكنافه بقى بالقشطه بقى اللي انا بحبها دي، دي اللي انا بحبها قوي. خلاص كده خلصنا كده الطبق السلطه بتاعنا اللي لازم يدخل التلاجة على الاقل ساعتين قبل ما ناكله عشان بيدينا طعم مختلف تماما وهو ساقع اهو. الزبادي بقى بتخلي السلطه دي يعني ما اقولكوش على الطراوه اللي احنا هنحس بيها واحنا بناكلها كده. في الاخر بقى كده ايه ندلع بقى السلطه بايه، بلوز محمر بيبقى حلو جدا. خلاص ممكن نجيب كده خيار كده. خلصنا كده السلطه بتاعتنا. الكبده دي بقى عايزه اقول لكم ممكن نحط جنبيها دريسنج سويت اند تشيلي صوص، بتبقى حلوه قوي بتليق عليها جدا، وفي كاتشب وممكن هوت صوص كمان. الحاجات دي بتبقى ظريفه قوي. ماشي طيب كده احنا خلصنا كده. نشوف بقى المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه. طيب عايز سبك سنه كمان نطلع فاصل، ايه رايكم؟ ونرجع بقى نقدم المكرونه، وكمان نقول معلومة النهاردة في نوع من أنواع العصاير الرمضانية. هنقول النهاردة معلومة الصبيان. نروح فاصل ونرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي بصوا المكرونه خلاص بقت جاهزه ان احنا نقدمها. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا، وهنبقى مبسوطين قوي النهارده بالمنيو بتاعنا اللي هو كبده بالرده مع مكرونه بصوص الطماطم اللي عملنا فيها كده شويه تريكات كده جديده. ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم وتقولوا لي فعلا ان احنا اتبسطنا من الطعم المختلف للمكرونه بصوص الطماطم اللي احنا متعودين عليها. عملنا كمان النهارده الكبدة بالردة برضو، التتبيلة كانت حلوة، عبارة عن مية بصل ومستردة وكمان مية بصل ومستردة وكمون وبابريكا وتوم مفروم وليمون. الحاجات دي وبودرة توم بودرة بصل، الحاجات دي فعلا بتخلي الكبدة طعمها حلوة قوي. نبص كده بقى كده خلاص. نبتدي بقى نجيب البقدونس ونرش رشة كده عليها بقدونس وتبقى جاهزه ان احنا ناكلها. وزي ما قلت المنيو بتاع النهارده هيبقى حلو قوي جنبيه هوت صوص كده لو انت بتحبوا الحاجات سبايسي شويه بيبقى ظريف جدا. طيب كده احنا خلصنا المكرونه. تعالوا بقى اقول لكم معلومه النهارده عن الصوبيا. عايزه اقول لكم الصوبيا من الحاجات اللي بتمد الجسم بكميه فيتامينز ومعادن عاليه جدا، وسعراتها الحراريه كمان عاليه جدا، فهي بتدينا طاقه عالية جدا وبتملى المعدة، وبتحس ان احنا يعني فعلا كوباية صوبيا بعد التمر. دايما بقول ان احنا نكسر صيامنا على التمر، بعديه كوباية صوبيا ممكن ان احنا نروح نصلي المغرب، وعقبال ما نرجع تاني وممكن نسبح كده خفيف نقوم نبتدي ناكل. وعايزة اقول لكم ان الناس فعلا يعني بقى لها سنتين ثلاثة فكرة ان هم يقوموا داخلين بسرعة على الاكل، الفكرة دي ما بقتش موجودة زي زمان. لا الناس كتير دلوقتي بقت تكسر صيامها على التمر والبلح او على التمر واي عصير من العصاير الرمضانية، وبعدين يروحوا يصلوا ويرجعوا تاني يبتدوا ياكلوا يشربوا الشوربة ويريحوا كده ويبتدوا ايه ياكلوا على خفيف. ودي طبعا حاجة مهمة جدا ان احنا الوعي بتاعنا بقى مختلف عن زمان في طريقة اكلنا. ممكن بس احنا بناكل على طول بعد الفطار لما بنبقى معزومين عند حد، بس غير كده فعلا لما الواحد بيبقى بياكل في بيته الموضوع بقى بيفرق كتير عن زمان. قوليلي ايه يا هبة تاني؟ عايزه اقول لكم كمان انها بتقلل الكوليسترول عشان فيها كميه الياف حلوه جدا،
بتخلي الكورسول بتاع جسمنا يقل وكمان بتسهل عمليه الهضم. فطبعا انا دايما كل يوم انا بتعلم معاكم كمان موضوع الفوائد بتاعه العصاير الرمضانيه. انا برضو ما كنتش عارفه ليه احنا الكركديه والقمر الدين والصوبيا والخروب وتمر هندي يعني من الحاجات الاساسيات في رمضان اللي احنا متعودين عليها وكل واحد فينا واخدها وراثه عن الاجيال اللي فاتت. لا ليها فوائد ومهمه جدا وعشان كده احنا بنركز عليها في رمضان عشان هي فيها فيتامينز بتعوضنا عن الصيام طول اليوم وفيها نسبه ميه بتعوضنا عن الميه اللي احنا بنفقدها طول اليوم وفيها سكر وفيها معادن كتيره جدا بتمد الجسم بيها. فعايزه اقول لكم ما تقلقوش اللي بيكسر صيامه على تمر وبيشرب عصير ممكن يكمل كده ساعتين ثلاثه عقبال ما يبتدي ياكل مش هيحصل له اي نوع من اي هبوط. تعالوا بقى نراجع سريعا احنا عملنا ايه النهارده. عملنا النهارده سلطه بطاطس بالزبادي اليوناني، عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، وحطينا معاها خيار مخلل وكمان مستارده وتوم وما ننساش رشه اللوز كده المحمر في الوش بيدي طعم حلو قوي الكرانشي مع الحاجات الطريه. عملنا كمان النهارده مكرونه بصوص الطماطم اللي حطينا توم مع زعتر مع مكعبات طماطم مع خل مع كاتشب مع صلصه طماطم مع شويه ميه مغليه صغيرين قوي ملح وفلفل وسبناها لحد ما تغلي. بعد كده حطينا المكرونه عندنا الباتر فراي الملونه النهارده، طبعا انتوا ممكن تختاروا اي نوع مكرونه عندكم في البيت. عملنا كمان النهارده الكبده بالرده كنوع من انواع التغيير، ان انا من اول الشهر ما عملتلكوش خالص كبده، فالنهارده عملنا كبده بانيه. يا رب تكون تتبيلتها وطريقتها كمان عجبتكم، اهم حاجه ما نتكش قوي على الرده وكمان لازم الزيت يبقى سخن وغزير الى حد ما. يا رب تكون الوصفات كلها عجبتكم ونالت كده اعجابكم والحاجات اللي انتم بتطلبوها مني انا يعني بنفذها لكم على طول. بكره ان شاء الله ما تنسوش حلقه الكوسه بالبشاميل بالفراخ الساعه 10 الصبح على الهواء. باي باي.